عايزاك توصف لي الصيف في الشرقية بكلمة واحدة. ها؟ توصف لي الصيف في الشرقية بكلمة واحدة. مش فاهم عبارة عن ايه طيب؟ ايوه عبارة عن ايه؟ هو ايه؟ الصيف اوصف لك على ايه يعني؟ انت بتقول اوصف لي الصيف في الشرقية عبارة عن حاجة واحدة. اوصف لك عن ايه بقى؟ عن الصيف. يعني الدنيا وكده؟ هي الدنيا حلوة الحمد لله يعني. انت عامل ايه؟ انا حلو الحمد لله. بس انت بتتكلم على وضع ولا بتتكلم على ايه؟ بتكلم على الجو. الصيف يعني جو، الصيف بيبقى حر والشتاء بتبقى برد، صح؟ فاحنا دلوقتي في الصيف، فانا عايزاك تكلمني عن الجو، الجو الحر، صفولي بكلمة واحدة. لا هو الجو حر فعلا. تمام. مش هتعرف اقول ايه تاني. طب اقول ايه تاني طيب؟ انت شكلك بتحب الصيف. لا انا عادي يعني، مش على حب الصيف ولا حب الشتاء، قاعدين احنا عايشين هنعمل ايه يعني؟ بالطول بالعرض قاعدين عايشين. ايوه كده كده يعني، الحمد لله عايشين، ربنا كرمنا وعايشين، بنتعايش مع الصيف وبنتعايش مع الشتاء. طب قول لي، لو الشرقيه مصيف هتصيف فين في الشرقيه؟ لو في الشرقيه مصيف في اي مكان، في اي مكان. انت بايع الدنيا ليه كده؟ انا بايعها خالص والله، مش بايع الدنيا، انا بايعها خالص، مش الدنيا بس، انا بايع كل حاجه. مش عايز في حاجه مستاهله اللي انا اتكلم عليها يعني. انت بتضحك على كلامي، كلامي مش ضحك. انا مش بضحك والله على كلام، بس انا مش عايز في حاجه مستاهله الواحد يتكلم عليها وكده يعني. هي قاعدين ماشيين فيها، بتخبط شويه يمين وشويه شمال، الحمد لله على كل شيء. قول لي بقى، مستعجل ليه؟ لو خيروك بين انك تصيف في الحسنية وتصيف في الساحل هتختار ايه؟ اختار الساحل طبعا. مش لسه قايل مش بايع الدنيا ومفيش حاجة مستاهلة؟ ماشي، ما انت بتقولي لي انت هتختار ايه؟ هختار الساحل. طيب ليه بقى؟ اغير جو حتى. ربنا يكرمك يا رب وتطلع تغير جو ان شاء الله وتفك شوية كده. تمام. عامة هي مش 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 في اي حاجة اللي انا اقول لك صيف انا ولا صيف انا، انا راجل متجوز ومخلف وعندي بنت. اطلعوا تصيفوا انتوا الكل، ايه المشكله؟ عادي هطلع انا وهم عادي ان شاء الله. ربنا يكرمكم. الله يخليك يا بابا.